ولو يا عيب الشوم يا ابو حتى. معقول ليك معاملتك قدامي؟ بس كان ناقصها طوابع. لا 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 ما في لزوم، انا اشتريت لها طوابع وحطيتهم. ايه هلا بوقع لك اياها ودخلها لعند السيد المدير العام. تكرم عينك، مع السلامه. ترفع الى السيد المدير العام مع الموافقه، وهي توقيعي. صباح الخير استاذ ممدوح. صباح الخير. صباح الخير استاذ ممدوح. في عنده حدا جوا؟ لا ما عنده. يسعد صباحك دكتور. اهلا 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 استاذ ممدوح. صباح الخير. يا صباح الخيرات، اهلا وسهلا. خير في شيء؟ الله يجعلك بخير. عندي هالولد الله يسلم لك ولادك، على طول بتنزل لوزاته. ما خليت الدكتور وما اخذت له اياه. شي بيقول لي شيل هون، شي بيقول لي لا تشيل هون. حيروني الله وكيلك. فحابب اسالك لانك اخصائي طبيب جراح، تنصحني شيل هون ولا ما شيل هون؟ شو هدول؟ لوزات الولد الصغير سيدي. يا استاذ ممدوح انا ما فيني احكم على الموضوع لا اكشف على الصغير. جيب لك اياه على المديرية؟ لا لا تعذب حالك، انا بروح بكشف عليه بالبيت براسي. يا ميت قليل. يا اهلا وسهلا. حصل لي الشرف. تسلم يا استاذ ممدوح. اهلا وسهلا. في شيء ثاني؟ في المعاملة هي دققتها ووقعتها، مو ناقصة غير توقيعك لواحد قرايب ناس سيدي. تفضل ارتاح. تفضل. حاضر. يا الله. بس ما لي شايف عليها مطالعة الدائرة القانونية. سيدي ليش الدائرة القانونية؟ مو مهزة. قلنا لك المعاملة لواحد قرايبنا. أنا وقعت اختصارا للوقت. فيعني بتمنى أنكم ما تخجلونا. الشغلة لا بدها خجل ولا منية. إذا المعاملة قانونية بوقعها إلك ولغيرك. سيدي هي مو قانونية 100%، يعني فيها مخالفة لبنت صغير. بس باعتبار صاحبها يعني قرايبنا من العيلة، فبتمنى انكم تتوقعوها وما تخجلونا. قل له لقرايبنا نحن اسفين. حاضر. تؤمر امر. مثل ما بتريد. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.